ولا اللي عم بيقولوه عني بلبنان العالم، هيدا مرشح على مسابقات الجمال ولا على الانتخابات النيابية، هيدا مرشح على مستر لبنان، بيقولوا هيدا مغلط بالعنوان. أحلى شباب بالعالم. متحمسون نرجع ننزل بعد 4 سنين؟ ايه اكيد. بس صار لي 6 شهور بتعامل سياسي، يعني بعدني مثل ما بيقولوا بعد ما عسيت بالسياسة، بعدني جديد، بس متطلبات الشعب اللبناني، يعني نحن اليوم ما أنا بحاجة بقى لسياسيين بيحكون عن التاريخ وعن المستقبل وكذا، نحن بحاجة لسياسيين بيأمنوا لنا الحاضر. هيدي هي المدرسة اللي أنا نشأت فيها، مشان هيك بعد كل السنين جيت على أمل إني أقدر أعلم طلابنا وأعلم أولادنا اللي هن مستقبل بلدنا لمستقبل واعد ولمستقبل جديد. بحكم عملي أنا بمثل فئة الشباب، أنا أكثر من أكثر ناس اللي بفهم وجعهم، وأقل شيء بقدر أعمله هو أنزل وجرب خفف من هذا الوجع برؤية معينة. في دراسة خطيرة أنا عاملها وفعلا بلشنا نوصلها، إذا نحن ما منطور البنى التحتية تبعنا وما منلاقي حل بديل وسريع، لبنان كله رح يوقف بعجقة ساعر. أنا بس على منظومة اسمها التكنوكرات، الشخص المناسب في المكان المناسب. اليوم نحن كان شعارنا الشباب، إلا ما شباب اللي فاتت على البرلمان يكون عندهم فكر جديد، فكر متطور، فكر معاصر، فكر ما بيأمن بالطائفية، إن شاء الله يكونوا صوتنا الصادح تحت قبة البرلمان وما يشتغلوا باللي اشتغلوا فيه اللي قبلهم واللي قبلهم واللي قبلهم، ويكون فعلا صوت التغيير جوا.